جميل التحية لكل مناطق السودان الجميلة ولكل شبر في هذه البلد الطيبة البعطاء التي تسمى السودان. لكل عشاق الرياضة في كل مكان أكيد دائما يا حسام الرياضة مهمة جدا، وكمان في الصباحات المختلفة بنسعد جدا بكم وبحضور الصحفي والمحلل الرياضي عمر الطيب. عمر صباح الخير عليك عبر صباح الشروق. مرحبا بك، تحية لكم والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. صباح الخير عليكم. صباح الأنوار. نتواصل أكيد مع كل المشاهدين في كل مكان عبر صباح الشروق، وزي ما ذكرنا أنه معنا الصحفي والمحلل الرياضي عمر الطيب. عمر من جديد صباح الخير عليك. وبداية المنتخب الوطني يعني بيكسر الحظر وموضوع العودة للتدريبات. طيب صحيح، يمكن الجهاز الفني للمنتخب أعلن عن عودة المنتخب للتدريبات، والتجمع حيكون بعد غد السبت إن شاء الله. يمكن دي المعسكر الثاني للمنتخب، يعني سابقا كان في فترة بتاعت معسكر يقارب ال 12 يوم، بعدها شاهدنا تدخلات من الوزارة وتم فض المعسكر بالتفاصيل اللي كان مذكورة عن كورونا والأوضاع الصحية في السودان. يمكن المنتخب سيعود للتدريبات بنفس الغائمة اللي كانت موجودة. يمكن الجهاز الفني حاول يحافظ على الانسجام اللي كان حاصل بين المجموعة، ما شاهدنا أي تعديل جديد في الغائمة. التمرين حيكون يوم السبت والثلاث وجمعة، يعني ثلاثة تدريبات في الأسبوع، تمهيدا للاستحقاقات اللي بتنتظر المنتخب على المستوى الغربي والعالمي. أنا أفتكر أنه عودة المنتخب هي ما كسر للحظر او ما كسر لقانون لجنه الطوارئ، لانه زي ما قلنا وبنكرر انه النشاط في كل العالم، يعني الناس جاريه في الميادين. انا افتكر انه زي ما قلنا اخ حسام، الكورونا ما في الكوره بس، يعني الموضوع يعني بدا واضح انه شاهدنا عالميا وغاريا كل الانديه بتأدي تدريبات، وكل الانديه في بطولات شغاله. يعني الموضوع أكبر من ذلك، والناس تخلي الصراع الحاصل بسبب لجنة الطوارئ والاتحاد والوزارة. أنا أفتكر أنه الناس في حوجة لأنه الدوري يعود أكثر مما نشاهد حرب التصريحات يوميا. نتمنى أنه المنتخب يعمل إعداد جيد يكفي له أنه يعدي أدوار متقدمة في البطولات اللي مستعد يشارك فيها، خاصة أنه في مباراة حيواجه غانا مباراتين، الأولى خارج السودان و الثانية في السودان. أنا أفتكر مصارعة أندية كبيرة أو منتخبات كبيرة بيحتاج إعداد قوي، بيحتاج غانا على سبيل المثال بالتأكيد، يعني بيحتاج إعداد، يحتاج تحضير جيد، مباريات ودية مع منتخبات سواء كان مع أندية خارجية، عشان يقدر المنتخب يحقق نتائج جيدة. حقيقة المنتخب يمكن في الفترة الأخيرة يعني الملاحظ يجد أنه في اهتمام به وفي رعاية في معسكرات، حتى شكل اللاعب للمنتخب تغير. يعني المفهوم سابقا زمان اللاعب لما يتم اختياره للمنتخب بتلقاه ساخط او يتعلل بالاصابات او بحجه انا ما دارجي او ظروف والدتي او هكذا، لكن طالما بقى في دعم شاهدنا يمكن اقبال كبير من لاعبي المنتخب على فنيله المنتخب، وده تاكيد على انه الغايمين على امر المنتخب بدوا يعني يهتموا بالمنتخب ويمنحوه الحاجه اللي بتخليه انه يكون هو قبل لكل الناس في السودان، انه دعاية للمنتخب وتشجع المنتخب برضه في صحوة للروح الوطنية في بالتأكيد الفترة الأخيرة. يعني في الفترة الأخيرة ملاحظ بيلقى انه الاهتمام حتى بدأ بالمنتخب يعني يتعالى مقارنة بالسنوات الماضية، وده شيء طبيعي في كل دول العالم. ده شيء طبيعي في كل دول العالم، انه المنتخب هو خط احمر، المنتخب هو الاول، بعد ذاك تاتي الانديه. وانا افتكر انه نعم، يعني ترسيخ السياسه الاول الشيء الحالي للاعبين، انا افتكر امر مهم ومفروض كان يكون من سنوات يعني حاصل في السودان، انه المنتخب ده خط احمر اللي بيتم اختياره للمنتخب، معناه هو بيمثل البلد، حتى اللاعب ثقافته انه تكون هو المنتخب بالنسبه له اهم من هلال المريخ او الانديه الاخرى. نعم، الهلال النادي الأزرق والبيت الذي دار فيه الكثير، تحدثنا وتكلمنا، لكن دائما هناك الجديد في لجنة الطب. يمكن الهلال ما زال الصراع اللي داري بين الوزارة بين الاتحاد والهلال مستمر. يمكن تقدم طعن ضد أشرف الكاردينال، شاهدنا أنه هو رجع ويعود لجنة التطبيع، ولكن في طعون تقدمت ضد الكاردينال بأنه هو ما مؤهل أنه قانونيا يحكم الهلال أو يحكم لجنة التطبيع اللي حتقود الهلال، ويمكن بلمسة الطعون رفضت باعتبار انه حتى القانون اللي استغلاه بعض الاشخاص في انه في الكاردينال، القانون بيقول انه 7 سنوات ومضت وهكذا، فبالتالي هو اصبح له محق انه يترشح
أو يكون على رأس لجنة التطبيع، ده حسب ما تحدثت عنه اللجنة القانونية بالأمس. وبالتالي غالبا اليوم يتم اختيار لجنة التطبيع للهلال، وحتى الأغوال بتقول إنه هي ذات اللجنة اللي قدمها الكاردينال للهلال. أنا أفتكر في حراك كبير جدا في الهلال، في صراع في تنظيمات منتقدة فكرة إنه الكاردينال يقود الهلال. أنا أفتكر هو قاد الهلال ل6 سنوات، و الثلاثة شهور ما مشكلة، يعني في النهاية هو في انتخابات جاية، في جمعية عمومية حتتعمل، التنظيمات المفروض تعيد نفسها للانتخابات. يعني الثلاثة شهور أنا ما شايف إنه هي قد تشكل هاجس أو مشكلة بالنسبة للناس اللي في الفضاء اللي بيعانوا للهلال أو اللي عايزين يجوا يحكموا الهلال أو المعترضين على سياسة أشرف سيد أحمد الكاردينال خلال 6 سنوات. أنا أفتكر إنه الكاردينال حيكون موجود 3 شهور قادمة، دي بتتطلب معالجة لبعض الأخطاء اللي كان وقع فيها رئيس النادي أو الإدارة بشكل كامل، عشان إنه يقدر يقود الهلال إلى بر الأمان. الواضح إنه هو حيواصل بنفس الغايمة اللي هو طرحها على الاتحاد العام، وحيطلع قرار اليوم بخصوص ذلك. نتمنى إنه ما يكون في رد فعل بعد القرار، إنه طعون ومشاكل، نجنب الهلال الصراع الإداري اللي ممكن ينتقل لكرة للملعب، وده عنده تأثير واضح على فريق الكرة. أنا أفتكر إنه اللجنة يتم إنه الناس تتقبل بلا تعمل ل3 شهور، بعد ذلك الناس ترتب للانتخابات. لكن اذا كان بقى في صراع وفي طعون وفي مشاكل وفي اي زول بيشتغل ضد الهلال، انا افتكر هو ما بيشتغل ضد اشرف، بيشتغل ضد الهلال الكيان. نعم. طيب داخل اروقه الهلال برضه بعض الشكاوى الموجوده، يا ريت لو تعرفنا عن مشكله عماد محسن الحالي. صحيح، يمكن بالامس الناس تفاجات بذهاب اللاعب العراقي عماد محسن للفيفا، ومطالب بمبلغ كبير 60,000 دولار بالإضافة إلى دعم محامين وهكذا. يمكن دي من الأشياء اللي كانت خطأ في الهلال، يعني ملف المحترفين هو ملف شائك، ملف كبير، ملف فيه أخطاء كبيرة وقع فيها المجلس الحالي. يمكن عماد محسن ده للأسف بعد المطالبات اللي يقرأ أي زول 60,000 دولار بالإضافة للإدعاب وكذا، نعتبر انه اللاعب ده كان عنده بصمه وحقق نتائج وجاب بطوله للهلال. للاسف هو لعب فتره قصيره وجايب فيها هدف واحد، يعني محترف تم تسجيله ب 350 الف دولار وكان في ضجه وراه كبير جدا، اكيد ضجه يعني كبيره كانت، كانه هو المنغز للهلال او المنغز للكره. نعم. السودانيه الصفقه كانت ب 350 الف دولار مقابل سجل هدف وحيد كان في الاهلي عطبره ومن ركله جزاء، يعني ده المقابل بتاع كل الاموال التي بنشاهد بيطالب بها. هي امتداد لشكاوي اخرى، يمكن امبومبو ايضا عنده تجربه مع الهلال الان في الفيفا، بالاضافه لمدرب اللياقه حاليا برضه كان قضيه امبومبو تحديدا محيره جدا، انه كيف يتعامل او تتعامل اداره الهلال مع ملف المحترفين. يعني صحيح محترف هذا يشكو، يعني ما الذي يحدث؟ صحيح، يمكن ملف بومبو هو الناس تحدثت عنه بشيء، يعني زي ما انت ذكرت باستغراب كبير، يعني لاعب كان موجود فجاه سافر عنده عقد مع نادي الهلال، ظهر مع فريق اخر، بيلعب مباريات وديه والهلال هنا بخاطب في نادي وبخاطب في الفيفا. انا افتكر انه الخطا مش هو خطا بومبو، الخطا خطا مجلس اداره نادي الهلال. يمكن ملف المحترفين الاجانب تحديدا في السودان سواء كان هلال او مريخ البديرون للاسف هم ما عندهم علاقه بالملف ده، يعني عالميا الزول اللي بيدير ملف الاحتراف هو زول عنده قاري المزاله دي، عنده القانون، عنده العقودات ملزمه. لكن انا افتكر هنا الامر سبهل لابعد الحدود، ودائما بندفع الثمن غاليا، يعني الناس بتقعد ورق بتمضي وما بتعرف الورق ده مكتوب فيه شنو، في حال كده لو حصل كده. انا افتكر هو يمكن اللاعب طلع اشطر من اداره نادي بالكامل، يعني هو اكيد استغل فقره من فقرات العقد وذهبوا. الان بنشاهدوا انه حتى في طريقه للانتقال لمازيم بالكنغول، يمكن برضه بصفقه مقابل 20,000 دولار، يعني صفقه قليله مقارنه بالهلال اللي جابوا بها سواء كان هو او عماد محسن. وبنشاهد يمكن مازيم بيحسوي غومبومبو في خلال سنوات ب 150 الف دولار او 200. دي للناس اللي عندهم الاحتراف هو مفهوم عالي، ناس بتفهم في الكوره. انا افتكر الاخطاء بتاعت الشكاوي دي كلها هي بتعود لانديتنا، بتعود الان الهلال يمكن هو اكثر نادي محاصر، يمكن امبومبو، عماد محسن، بن فرج، يعني مدرب اللياقه الان ايضا معاذ يهدد بانه برضه بالفيفا. انا افتكر دي كلها الهلال حيدفع ثمنها غاليا، ودائما بنقول انه ان شاء الله يكون عظه وعبره، يعني في كل شكوى للاعب او مدرب بنقول انه نتعظ، لكن للاسف بنقع في نفس الاخطاء.
وبنتحدث عن انه محترفين بيتغاضوا قروش او بيشتكوا في الفيفا مبالغ كبيره جدا مقارنه بال بيقدموا له الكوره. يعني هسه عماد محسن دي يمكن يكون حاجه يعني مدهشه انه لاعب $350,000 ويمشي يشتكي الان $60,000 وعنده هدف وحيد مع الهلال في فتره بسيطه يعني ومن ركله جزاء يعني حتى الهدف ذاته من ضربه جزاء. والله يا عماد يا عمر بنتمنى انه الوضع في السودان الوضع الرياضي انه يتحسن والاستقرار يعني حتى لو كان في الانديه اللي بتمثلنا خارج البلاد يعني والانديه اللي بتشارك افريقيا. على ذكر افريقيا الكاف بيعلن عوده التصفيات لامم افريقيا. صحيح يمكن بالامس كان الخبر ده هو صدر من الكاف عوده التصفيات. وافتكر انه دي في مصلحه المنتخب اللي يمكن كان شاهدنا عاد لتدريبات قبل فتره زي ما ذكرنا وثاني تم فض المعسكر. يمكن الغايمين على المنتخب كان يتحوطوا لهذه المزاله خاصه انه الفيفا غير يعني ما محترفه بالشيء اللي بيدور في السودان. قصه وزاره تتدخل في النشاط وحكومه ولجنه طوارئ يعني ده بيتعارض تماما مع قوانين الفيفا. ويمكن عوده التصفيات الان هي تاكيد على انه كرة القدم يعني في طريقة لأنه الناس ترجع الميادين. ده بيتخالف تماما مع القرار الحاصل حاليا في السودان أنه الوزارة تتدخل ولجنة الطوارئ. أنا أفتكر ده تمهيد لأنه الناس تقعد في الوطاء ويتم عودة الدوري والنشاط خاصة أنه شاهدنا الآن الفيفا يعني بتدي الضوء الأخضر لتصفيات أمم أفريقيا اللي هي بيستعد فيها المنتخب لمباراتين زي ما قلنا مع غانا في نوفمبر. يمكن فرصة جيدة للمنتخب انه يعيد نفسه في الفترة الحالية بالعودة للتدريبات يوم السبت انه يقدر يحقق نتائج جيدة في التصفيات. نعم العودة بالتدريبات الفيفا والكاف برضو اتاحوا شهر اكتوبر للمباراة الودية فرصة للمنتخبات للاستعداد للتصفيات. عودة الدوري اصبحت ضرورة الان مريحة جدا واصبحت مهمه وطنيه ايضا باعتبار انه المنتخب يحتاج لها حتى يستطيع ان يمضي في التصفيات وتنسيق مباريات وديه. دائما المنتخب لا يستغل الفيفا لايام الفيفا بصوره عامه ولا نشاهد كثيره جدا المنتخب الوطني في مباريات وديه في ايام الفيفا. يعني نريد هذه المره ان نمضي يعني. طيب يمكن زي ما ذكرت عوده للدوري هي ضروره ملحه ويعني انت بتخالف يبقى قرارات الفيفا الجهه اللي هي منوط بها كره القدم. يعني زي ما بيقول شداد هو واضح انه يعني هو مع بروتوكول الفيفا انه النشاط يلعب ولكن هناك احتراز من الوزاره وانا افتكر ده ما في مصلحه الدوري السوداني ولا في مصلحه الوزاره. المباريات الوديه يمكن صحيح كلامك ما بيشاهد انه المنتخب بيلعب مباريات وديه كثير. يعني دي بتتوقف على الدعم وبتتوقف على تكاليف سفر على بالاضافه لانه حتى لو انت استخدمت منتخب او نادي انه يلعب معك في السودان بيحتاج توفير طائره تذاكر فندق وما شابه الى ذلك. لكن انا افتكر الان وفقا لحديث المسؤولين انهم قادرين يوفروا مباريات اعداديه للمنتخب تخدمه بشكل كبير. ويمكن حتى زي ما ذكرت عوده الدوري هي برضه بتسهم بشكل كبير جدا في اعداد المنتخب حال انه اللاعبين كانوا موجودين في الانديه ومن ثم تم استدعائهم للمنتخب الوطني. وده اللي قاعد يحصل في السودان يعني عموما بنشاهد انه في متى ما انطلق الدوري بيشاهد لعيبه المنتخب بيرجعوا للانديه وبعد ذلك في منه المباراه اللي بتخص المنتخب بيجوا راجعين. وده ممكن يكون برضه جزء رئيسي في انه يدعم المنتخب من حيث الاعداد البدني ومن حيث الاعداد الفني. نعم عمر يعني زي ما ذكرت بعض الانديه ايضا يعني بدات ترجع تدريجيا للتدريبات. حتى المريخ بنشهد انه يعني رغم اعلان لجنه الطوارئ الصحيه تجميدا للنشاط لكن المريخ يعود للتدريبات. يمكن واضح الملف بتاع الانديه اللي بتتدرب يمكن الناس تناولته بشكل غير يعني انه البلد فوضى وما في حكومه وما في التزام. انا افتكر يعني الانديه اللي فضت معسكرات او وقفت التدريبات هي يعني بتعرض نفسها للانهيار. يعني في الاخير انه المريخ في انه يواصل تدريبات يستند على قرار من شداد او تصريحات من رئيس الاتحاد اللي هو مسؤول عن كره القدم في السودان. نعم. انه هو ما عنده قرار بانه قرار الوزاره ده هو ساري بالنسبه له بيعتبره انه كلام ونسه يعني عاديه. فبالتالي المريخ استند على تصريحات رئيس الاتحاد وبتمرن. يعني شاهدنا يمكن يوم بعد يوم التدريبات مستمره في ملاعب الصحافه
وده يعني خاصة انه المريخ هيشارك افريقيا. يعني انا كنت اتمنى ايضا الهلال ما يفض معسكره او ما يعلق التدريبات، لانه البطولة الافريقية على الابواب، وده شيء طبيعي انه الفريق يكون في حالة من الجاهزية البدنية والجاهزية الفنية. برافو انه المريخ بيتدرب، انا افتكر انه ده امر طبيعي. والناس اللي بتتحدث عن انه دي كسر للحظر وعدم احترام وانا افتكر ده كله ما عنده علاقة بالموضوع. هو دي كرة قدم، اللاعبين بيتمرنوا لوحدهم، هناك فحوصات اجراءات طبية عملت ايضا، احترازات، انا افتكر ما في خطورة في الموضوع انه الاندية تتدرب، يعني زي ما الناس بتتناولوا بشيء من السخرية. نعم. إذا نختتم بالمساحة العالمية. بالأمس اكتمل الطرف الثاني والضلع الآخر في المباراة النهائية لدوري أوروبا، تأهل البافاري على ليون الفرنسي لنهائي الأبطال. كان يمكن أن يكون هذا الضلع الأخير أو الطرف الثاني الفرنسي نهائي العام السابق كان إنجليزي. هذه المرة كان هناك من يولي نفسه بأنه يكون فرنسي خالص. الآن مباراة صعبة التكهنات والتوقعات ما بين باريس سان جيرمان والبايرن ميونخ. يمكن بالأمس المباراة كانت شيقة ومباراة الناس استمتعت بها حقيقة، يعني الباير قدر إنه يقصي ليون ودي المرة ال11 بالنسبة له إذا حل النهائي. أنا أفتكر إنه المباراة كانت جميلة وشاهدنا يعني محاولات هنا وهناك في خلال المباراة. يمكن ليون حتى ما كان هو خصم سهل للباير، ولكن خبرة الباير وإمكانياته كان يمكن كبيرة ليون أن يفتتح يعني في الدوري. بالتأكيد يعني شاهدنا كرة في الغائم أيضا ومحاولات جادة، يعني مقاسمة للندية بشكل كبير جدا كانت. أنا أفتكر الباير بفضل الخبرة وبفضل الإمكانيات العالية والغراء الجيدة قدر إنه يحسم المباراة ويضرب موعد مع باريس في لقاء حيكون ناري، أنا أفتكر لقاء يصعب التكهن فيه. نعم. يعني زي ما ذكرت حسام، يعني حتكون ملحمة داخل مستطيل أخضر، مباراة صعبة جدا. مباراة صعبة، متوقع لمن أنت؟ والله يا أخي الباريسيين. باريس. توقعات. عمر. أنا مع باريس أيضا. مع باريس. أتوقع ذلك، ولكن يبقى توقعات من صعبة صراحة. بنتلاقى. توقعات صعبة بنتلاقى، ولكن التوقعات صعبة. بنشوف. شكرا يا عمر. طيب، سعدنا بك جدا، وإن شاء الله نلتقي المرة القادمة وكلنا على أمانيه يعني. مشكورين، التحية لكم والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق، التحية لكم جدا. وما تنسى تكمل الشاي بتاعنا. والله شاي جميل جدا مع الصباحات دي. هلا بك العافية. شكرا يا منذر جلال، أنا سعيد بك جدا اليوم في صباح الشروق، وسعيد بانضمامك لنا اليوم. شكرا حسام، وشكرا لكل المشاهدين ولكل متابعين أيمن الشاشة البلورية، شاشة قناة الشروق الفضائية. إن شاء الله نكون كنا خفيفين يعني على كل المشاهدين. مرحبا بك، إن شاء الله نمضي معا. تقبلوا تحايا فريق العب المشاهدين الكرام، ختام صباح الشروق لهذا اليوم. وأقول بمناسبة الشاي، طعم طبيك شاي الصباح الماسخ المليان شجن، دوبته بملاعق هواي وشربت شاي ريد بلبن. مع السلامة.